لكنهم تركوا الخيوط الذهبية في مكانها. كمان هذا الخبر بيأكد لنا قد ايه العلم مهم، وشوي نبتعد عن الشيء الشعبي بالعلاج، وخاصة إذا كان يعني بأجسامنا. وخبرنا الأخير مشاهدينا بيقول: تعرض رجل لحادث غريب عندما نسي مكان ركن سيارته في فرانكفورت عام 1997 وفشل في العثور عليها. بحسب موقع ميرور، كان الرجل قد ركن سيارته في مرآب أحد المباني وقام بإبلاغ الشرطة بعد أن فشل في